اهلا بحضراتكم مره تانية واخر يعني حلقات الوداع في اخر النهار اللي بعد كده هيبقى قصر الكلام. محمد الدسوقي رشدي وعلى هوا مصر مع خالد صلاح. والنهارده الحقيقه اخترنا يكون معانا يعني علامه من علامات المستقبل هو التعليم. النهارده هي دي القضيه الحاكمه في مصر، مش بس في مصر، في العالم. اي نهضه، اي تنميه، اي تطور بيبتدي وينتهي في مساله التعليم. فاحنا هيكون معانا النهارده الدكتور اشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي. بنرحب بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا. وتسوق هيبتدي الاسئله. منور يا فندم. اهلا بيك. انا دايما بما ان راجل بتاع قصر الكلام يعني وبما ان المستقبل كله جاي لي ما قل ودل، انا بحب ابدا كل كلام مع المسؤولين بسؤال واحد جدا، ربما هو تبع شويه المدرسه الانجليزيه. حضرتك مسؤول عن التعليم العالي في مصر، وبالتالي انا بسال حضرتك الى اي مدى الوضع الجامعات المصرية، وضع التعليم العالي في مصر سيء؟ شوف، أنا بالتأكيد أنا مش راضي رضا كامل عن اللي بيحصل. المنظومة دي تشكلت على مدار 50-60 سنة، فيها قدر من العشوائية، فيها نقاط امتياز وفيها نقاط ضعف. ولو قلت أنا راضي أبقى أنا يعني مش أمين في كلامي. وعندنا شغل كتير لازم نعمله. والفترة اللي جاية فترة تنفيذ، لأن الرؤى وضعت والأفكار اتحددت والبرامج تم إعدادها، وأصبحنا دلوقتي بل بدأنا بالفعل مراحل العمل الجاد لتغيير الوضع اللي كلنا حاسين أنه مهواش مرضي. هتشتغل على أنهي محاور؟ منظومة تطوير التعليم العالي احنا قسمناها ل 12 محور. 11 محور خدناهم مع بعض للتعليم العالي، وواحد خليناه للبحث العلمي لوحده، لان ده محور يستحق ان يكون متفردا ومنفردا. ال 11 محور اللي بنطور من خلالهم التعليم العالي بيشملوا كل الجوانب المتعلقة، بدءا من الإتاحة. والإتاحة بتكلم فيها على هتيح اي نوع من التعليم، حكومي، أهلي، خاص، هتيحوا في أي تخصصات، هتيحوا في أي مناطق جغرافية في مصر، إيه هي التخصصات اللي احنا في حاجة إليها واللي احنا عندنا فيها عجز، إزاي نعدل الهرم، لأن اللي عندنا تخصصات الحقيقة فيها يعني مش ممكن اصدق ان في كليه واحده في مصر 72,000 طالب. مش ملاحظ ان حضرتك بتكلمني في اوليات وبديهيات؟ هل احنا متاخرين قوي لدرجه ان حضرتك بتكلمني في بديهيات كده؟ للاسف هي كده. للاسف احنا كنا بنكبر بس بشكل مش محسوب. يعني عايزين نعمل جامعات، بنعمل جامعات. عايزين نفتح كليات، بنفتح كليات، لدرجه ان بقت الجامعات شكل بعض. التخصصات تكاد تكون متكررة، التميز مش واضح قوي بين الجامعات وبعضها. لما ابتدينا نفتح التعليم الخاص، الجامعات كانت بتطلع في المناطق اللي طلب المستثمرين يفتحوا فيها جامعات، في التخصصات اللي هم شافوا انه يقدروا تكون بتدر عائد اكتر، بصرف النظر عن مدى احتياجنا كمنظومة في مصر لهذا النوع من التعليم، واي جودة من التعليم بنتكلم عنها. والبرامج في العالم كله ما بقتش برامج تقليديه، ابتدينا ندخل في برامج بينيه بين التخصصات. دي كلها ثورات لازم ناخدها الفتره اللي جايه. يعني انا مش عارف ليه لما باجي ببص على كل المنظومه بتصور ايه اللي هيحصل في الجامعات لو انا عندي التعليم ما قبل الجامعي في خلل. ادي واحد. اثنين، تصوراتنا كلها عن مسألة تطوير التعليم بتنزع إلى فكرة الفلوس، لو في فلوس هنقدر نعمل. هل هي القضية بس فلوس؟ واحد. اتنين، هل أنا أقدر أصلح التعليم الجامعي وأطلع فعلا كادر حقيقي لهذا البلد من غير ما أصلح التعليم ما قبل الجامعي؟ لا، بالتأكيد التعليم منظومة متكاملة، وإذا أردنا تعديل حقيقي في منظومة التعليم لازم نبتدي من تحت. لكن هذا بتستلموا في الاخر اللي طالع لكم من المدارس الثانوي. بالظبط بالظبط. وانا بيجي لي طالب بعد التعليم الثانوي اتشكل بفكر معين، الفكر ده في الاغلب تلقيني. حفظ بقى حفظ. اولا مفيش ابتكار، مفيش ابداع، مفيش عمل جماعي، مفيش مهارات.
انما عاده الحوار بيتم بصوره المونولوج. واحد بيشرح وعايز الكتاب وعايز المقرر ويصور الملازم وكل الحاجات ده يتعمل فيه ايه ده؟ بتيجي في الجامعه بتقول له نشتغل جروبس مع بعض مجموعات، تلاقيه مش مرتاح للحكايه دي بيهرب. تقول له روح للمكتبه واقرا، تلاقيه مش مرتاح بيدور على كتاب. طب عايز ابداعات وعايز تفكير، يقول لك طب يعني لو شفت ايه اعمل ايه؟ النظام اللي حط لي فيه الطريق وانا اكمل عليه. هذا النظام الحقيقي. طب ده عايز فلوس عشان يتطور ولا المشكله مش في الفلوس؟ والله المشكله مش في الفلوس، هي مش مشكله حتى فلوس، هي بس المشكله دلوقتي انه حضرتك وصفت الداء كويس جدا. ازاي وزاره التعليم العالي خططت او وضعت التصور لتدارج ده؟ ان انا الطلبه اللي جايين لي مش مكتملين وعيا صحيح. ولا في طريقه التعليم، ازاي اتعامل معاهم ايه؟ الى حين نصلح التعليم الاساسي. يعني في رؤيه لده؟ ده صحيح، احنا عندنا مرحله هتاخد وقت وهي اللي هنبتديها، بس لازم نبتديها وفورا. من اول التعليم في الابتدائي. ده هياخد 12 سنه على ما يدخل الجامعه. هل هنتظر 12 سنه بقى على ما يوصل لي؟ لا طبعا. يبقى انا بشتغل في خطين. لكن انا عارف امتى هوصل لان انا المنظومه تتكامل. التعليم الجامعي محتاج مراجعه في اشياء كثيره. احنا ما زلنا التعليم بتاعنا الجامعي، هو كانت الفكره الاساسيه في التعليم العام الجامعي ان احنا بنعلم، وتعليم مجاني لانه حق دستوري، وبنعلم في التخصصات اللي نقدر نوفر فيها فرصه التعليم حتى لو كنت مش محتاجها في سوق العمل. بعد شويه علشان كده عندنا عدد كبير من خريج الجامعات اللي عنده مشكله في انه يجد وظيفه. لا يا فندم انا اسف، انا بس عنده النقطه بتاعت انه الى حين ما تنتهي ال 12 سنه دول. ما انا هوصل لدي. طب اتفضل. انا هوصل لدي. لما ابتدينا نتكلم ان انا عايزه يبقى ليرنينج يعني فور امبلويمنت، ان هو يشتغل يعني اوجه التعليم عشان سوق العمل. بقى محتاج تخصصه في سوق العمل، لكن هو مستني ان احنا اللي نشغله. تمام. يلا انا اتخرجت اهو في التخصص اللي انت قلت لي عليه، شغلني. الخطوه الثالثه هي الاصح، وهي اللي ابتدت تنتشر في العالم في السنوات القليله الماضيه، اللي هي ليرنينج فور سيلف امبلويمنت. انت اللي هتوفر لنفسك فرصه وزيف. العمل. يبقى دي معناها ايه؟ لازم بقى ده الاجابه على سؤال حضرتك. ان لازم ده ينعكس على منظومه التعليم الجامعي، ان انا ادي لك مهارات كتيره، ادي لك خبرات في خارج تخصصك، دراسات قانونيه ودراسات جدوى ورياده اعمال، وازاي تبدا مشروعات صغيره ومتناهيه الصغر، ازاي تبقى عندك شخصيه قادره على التعامل كوميونيكيشن ولغات. ما تبقاش اللي بيدرس هندسه بيدرس هندسه بس. التعليم بيبقى جزء منه تخصصي وجزء منه بيربي باك جراوند كبيره متسعه. بس دي برضو مرحله تانية يا فندم من السؤال، يعني هو هيعمل كده ازاي اذا كان حضرتك كنت دلوقتي حالا بتوصف مرضه بانه مش عاوز يروح المكتبه، مش عاوز يشتغل في التيم وورك، مش عاوز يشتغل في مجموعه عمل؟ هل مثلا ما فكرناش انه يا جماعه احنا مقررين السنه الجايه ولمده 6 سنين، اول 6 شهور في كل سنه دراسيه نعلم فيها الولاد ازاي يبحثوا، ازاي يشتغلوا مع بعض، ازاي يكتسبوا مهارات عمل، ازاي مثلا؟ ما هو انا النهارده اللي هي ال 45 يوم بتوع الصعقه في كليه الشرطه والقضاء يعني العربية. مش مثلا لا انا هقول ان التعليم في الجامعه في الفتره القادمه يجب ان التعديل اللائح اللي بيتم بيدي فرصه اكتر لدراسات ميدانيه لعمل جماعي، نجبر الطلاب ان هم يقدموا ريبورتات ويشتغلوا ويبحثوا. بقى في عندنا بنك معرفه، بقى في عندنا ادوات المعرفه كامله موجوده ميسره مجانيه. انزل بقى واكتب ريبورتات وناقش، وادخل مع جروب من زملائك واعملوا مع بعض حاجه وتعالوا عرضوها. نستطيع ان احنا نطور في منظومه التعليم العالي من خلال وسائل التعليم اللي يخلي الطلبه تبدا تشتغل مع بعض، تبدا تدرك قيمه العمل الجماعي. طب سؤال بقى هنا، والبحث عن المعلومه مش انتظارها. اعضاء هيئه التدريس مؤهلين لده؟ ما هو ده مسار تاني، وده السؤال اصعب او المحرج يعني. شوف اذا 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 انا ادعيت ان التغيير سهل يبقى مش كلام مش مظبوط. لكن ال 11 مسار الرئيسي فيهم مسار تاهيل اعضاء هيئه التدريس، يبقى مسار بتيح فيه اي نوع من التعليم في اي تخصص بأي كيفية علشان أعدل الهرم. وبعدين إتاحة بلا جودة لا قيمة لها. يبقى لازم في مسار تاني الجودة.
فين جودة التعليم؟ اللي هينفذ الاتنين دول مين؟ الأستاذ الجامعي. صحيح. يبقى ده المحور الثالث، إزاي أنمي قدراته ومهاراته، وإزاي أقدر أعلمه بشكل مستمر، وإزاي أنه ما يتجمدش بعد ما ياخد الدكتوراه ويقف ويتوقف. صح. ده مسار كامل. طيب. في دراسة كاملة أنه هو برامج تنفيذية. هتقدر تعمل ده ازاي يا فندم؟ والدكتور جابر النصار كان معانا من فتره وقال انه اغلب اعضاء هيئه التدريس الهه. تمام. او بيعتبروا نفسهم الهه يعني. شوف الثقافات بتتغير. احنا قبل 10 سنوات لما ابتدت تدخل منظومه الجوده في مفرداتنا، كانت الناس واعضاء هيئه التدريس كانوا بيقاوموا وكانوا بيقولوا مين ده اللي يقيمني؟ انا استاذ ومش معقول الطالب يقيمني. قلنا له مش بيقيمك، هو بيقيم الاداء التعليمي. النهارده التساؤل ده اللي كان موجود من 10 سنين بعد سنه واتنين انتهى. وبقى استاذ الجامعه بيقبل ان الطالب يكتب يجاوب على استماره كويستشنير كده ويقيم فيها منظومه الاداء ومدى رضاه عنها. الثقافات بتتغير، وعضو هيئه التدريس بطبيعته هو راجل متفتح. ففكرة ان هو يعني لن يقبل ولن يتجاوب، لا انا هيعدي. انا مش مؤمن. هيعدي. لا مش. طب انت سيادتك لما بتشوف مثلا تقرير زي اللي قدامي ده وتلاقي مثلا في انه جامعه القاهره 883 على العالم، جامعه المنصوره 1128 على العالم، بنها 1131، اسكندريه 1531، الزقازيق 1912 على العالم، عين شمس 1164. كوزير تعليم عالي يعني بتقعد في مجلس الوزراء كده ويجوا يتكلموا على الميزانيات بقى والحاجات دي والتطوير، يعني بتحس بايه؟ ان ده يخلص في قد ايه عشان يبقى لينا موقع متقدم في هو مش موقع ده عامله زي التواريخ 1014 تحس ان القرن يعني الهجري في القرون الوسطى هو ده احنا على فكره يا فندم عشان برضو نبقى دقيقين معاك، احنا مش بنسخر من حالنا، احنا بنتطلع زي حضرتك بالظبط للمستقبل، يعني دي مش سخريه على ما هو قائم لان ده مش ذنبك ولا ذنب اللي موجودين، ده حصاد 60 سنه. لكن انا النهارده لما اشوف ده وانا وزير تعليم عالي، انت ايه اللي خلاك توافق اصلا تبقى وزير بعد ما شفت اللي انت شفته ده؟ انا في المطبخ ده بقالي 18 سنه في التعليم العالي. لا في التعليم العالي 38 سنه في الوزاره، انما في المناصب القياديه ومدير مركز استشارات في كليه الهندسه ثم وكيلا للهندسه عميد نائب رئيس جامعه 18 سنه. فلو لم اكن عندي ثقه كامله ان المنظومه دي قابله للتحسن ما كنتش اشارك فيها. فقد ايه؟ لا احنا قد ايه، انا ممكن اقول لك تواريخ واقول لك حاسبني بعد السنين. لكن انا عايز اكون موضوعي جدا. كل شهر كل سنه هتحس ان احنا احسن. في الرانكينج ده في كل حاجه. والرانكينج ده موضوع شاغلنا جدا. مش هقدر اقول لحضرتك انه مش شاغلنا، سمعه بلد كمان شاغلنا جدا. بعض الجامعات مظلومه يعني. انا لما يبقى عندي جامعات زي جامعه اسوان او جامعه السويس او جامعه دمياط، دي جامعات عمرها 3 سنين. فلما تيجي تقول ما خرجتش ولا دفعه، هتقيم ما ينفعش تقيمها، هتقيمها ازاي؟ لكن الجامعات الاقدم شويه الحقيقه عندنا جامعات كويسه جدا. بس نقدر نبقى احسن بالتاكيد. انا سؤالي فين؟ ساعات مثلا بتصور لو انا في موقع قيادي وزيرا للتعليم العالي مثلا لا قدر الله، وجيت قلت انا هبتدي منين؟ انا النهارده بيجي رجال اعمال ويفتحوا جامعات خاصة. الجامعات الخاصة دي بتغرق سوق العمل بتخصصات اوريدي موجودة، وعندنا مشاكل مع النقابات انها تقبل الشباب دول. طب النهارده ومصمم انه خليك معايا واحدة واحدة يا فندم عشان ايه؟ اتفضل. ومصمم ان التعليم التاني يبقى مجاني، فانت هنا الولاد يروحوا اللي ما جابش مجموع كويس او مش عايز اهله مش عايزين يعلموه في جامعة عامة، فيدفعوا فلوس كتير جدا في الجامعات الخاصة، يطلع ما يلاقيش شغل زيه زي اللي طالع برضه من جامعة عامة. النهارده بفكر كده، طب الناس دي اللي بتعمل جامعات خاصه لو جابوا الفلوس دي واستثمروا بيها معانا في التعليم العام اناوير رناضه بشكل عام بطريقه او باخرى، مش ممكن ده يزقنا قدام شويه بدل ما احنا عمالين نفرخ ولاد ما لهمش شغل؟ ممكن اخد الاجابه دي بعد الفاصل. طبعا، بس ما تنساش السؤال. لا هنساه. فاصل وهنرجع نكمل مع وزير التعليم العالي. اهلا
اهلا بكم مره ثانيه. لسه مكملين مع الدكتور اشرف الشيح وزير التعليم العالي، والسؤال الصعب اللي محتاج مش اجابه بس، محتاج دراسه. كان الاستاذ خالد بيسال حضرتك قبل الفاصل عن فكره ازاي نقدر نستغل كل المصاريف والفلوس والاستثمار اللي بتدفع فيه الجامعات الخاصه عشان نطور حال التعليم الحكومي او التعليم العالي او الجامعات الحكوميه. ازاي نقدر نستغل كل الفلوس دي بدل ما هي راحه لجامعات خاصه وبره اطار هذه المنظومه؟ انا مش زعلان لما يبقى في جامعات خاصه وفيها استثمارات كبيره. احنا محتاجين كل انواع التعليم، محتاجين التعليم الحكومي والتعليم الخاص، وكمان محتاجين التعليم الاهلي. والتعليم الاهلي ربما يكون في اجابه على التساؤل ده. التعليم الاهلي هو بيعتمد على مشاركه من المجتمع المدني والجمعيات المستثمرين الراغبين في الاستثمار من غير ما يحققوا بروفيت. يعني بيدي استثمارات يدخل بنسبه، قد تكون النسبه دي مع الحكومه، قد تكون بينهم وبين بعض، بيقدموا تعليم بتكلفته او اكثر قليلا بهامش ربح محدود. وما هوش زي بقى التعليم الخاص ولا التعليم الحكومي المجاني. احنا بنتوسع ضمن رؤيتنا في الثلاث انواع من التعليم. في تعليم حكومي مجاني اكتر، في تعليم في جامعات اهليه، احنا ما عندناش في مصر حاليا غير جامعتين اهليتين، جامعه النيل والجامعه المصريه الفرنسيه. والجامعه المصريه الفرنسيه لسه تحولت الى جامعه اهليه من 6 شهور فقط يعني. هنتوسع في ده، وهنتوسع ده مش حاجه بعيده، ده احنا هنبتدي فورا خلال سنتين هيكون عندك 5 جامعات اهليه خارجين من رحم جامعات حكوميه كبيره. لا هو السؤال فندم، ليه بنتوسع في الجامعات واحنا مش عارفين نطور ما هو قائم؟ التوسع هي جامعه اخرى ليست امتدادا للجامعه الاولى. مفهوم، بس انا النهارده حضرتك قلت ان جزء من استراتيجيتك، ودي حاجه مهمه جدا انا شخصيا معجب بيها، انك انت تربط الجامعات بسوق العمل. النهارده ايه الفايده ان انا اطلع جامعه جديده تطلع لي خريجين طب ويدخلوا طابور البطاله ومفيش شغل، في حين ان انا ممكن اطور منتج طالب الطب مثلا في قصر العيني؟ ليه بنقرر نعمل جامعات وكل لا احنا محتاجين الاثنين، كل ده محتاجين؟ محتاجين الاثنين. احنا ايوه المعدلات العالميه، احنا محتاجين اكتر في تخصصات ومحتاجين اقل في تخصصات. لما حسبنا على مستوى العالم وجدنا ان في نسبه الايديال 40 ل 60 في الكليات العمليه الى الكليات النظريه. احنا في مصر حاليا 28% في الكليات العمليه و72 في الكليات النظريه، فدي الهرم هنا لازم يتظبط، لان العاطلين من حمله المؤهلات العليا هتلاقيهم كلهم من الكليات النظريه. وده كان جزء من وضع او الرؤى او التقييم الحالي عشان نقدر نبني عليه قراراتنا. اذا انا مش محتاج اتوسع اكتر في الكليات النظريه، لكن محتاج اعدل الهرم وابدا ازود العملي. العملي مش بالضروره طب، مش بالضروره هندسه، انما في تخصصات اخرى احنا في حاجه اليها برضو دي اتحسبت. يعني انا عندي حاليا 8.7 المجموعه الطبيه، 8.7% من التوتال. التوتال اللي عندي 2.3 مليون الموجود النهارده كطلاب جامعه، طلاب التعليم العالي كله بما فيه الازهر 2.3 مليون. تمام، منهم 8.7 طب، منهم 8.7 طب. المستهدف القطاع مش طب، قطاع طبي تمام، اللي هي العلوم الصحيه يشمل الطب والطب البيطري والصيدله والتمريض والعلاج الطبيعي وطب الاسنان. ده مستهدف يوصل ل 15 لان ده المعدل بتاع الاو اي سي دي اللي هي المنظمه العالميه اللي بتطلع الاحصائيات دي على مستوى العالم. علشان يزيد مش بالضروره ازوده في الاطباء، ممكن ازوده في جهاز التمريض، في الفني، المعامل والتركيبات الصناعيه و بس هو بيشملهم القطاع الطبي. تمام، لما عملنا الدراسه برضو الهندسه هتزيد. طيب هتزيد في ايه؟ مهندسين، مش بالضروره مهندسين، انما عايزين تكنولوجيين اكتر، عايزين فنيين اكتر. فاذا اتحسبت الحسبه وجدنا ان احنا الشورتج الحقيقي عندنا في الفنيين والتكنولوجيين. حتى الفني والتكنولوجي مش بالضروره عند الناس ان هو يبقى هندسه. ما هو في فني تكنولوجي في قطاعات تجاريه،
في قطاعات تتعلق بالبنوك، في حاجات في التركيبات الاسنان وفي الاشعه وفي الحاجات الطبيه، بالاضافه للتخصصات الهندسيه. انت لو بقى توسعهم، سوري، توسعهم كجامعات خاصه ولا توسعهم في مجال التعليم العام؟ تعليم فني تكنولوجي، هنطلع بجامعتين تكنولوجيتين، جامعه كدوله جامعتين تكنولوجيتين، يعني ما بتعملش التعليم التقليدي الاكاديمي. بنتوسع في التعليم التكنولوجي على مستوى المعاهد. احنا حاليا عندنا 45 معهد فني حكومي متجمعين فيما يسمى 8 كيانات بنسميهم كليات تكنولوجية. اذا احنا اعتبرنا دول اللي عندنا، دول فيهم 65,000 طالب. عندي كمان 12 معهد فني تبع وزارة الصحة لحاجات فنية وتمريض، معهد فني صحي ومعهد فني تمريض. عندي بعضهم بيدي 4 سنين وبعضهم بيدي سنتين. في معاهد فنية تبع وزارة الانتاج الحربي. إذن في مؤسسات كتيرة بتعمل تعليم فني. هذه المؤسسات مجتمعة ما بتدينيش غير 65,000 طالب. احنا محتاجين نضاعف العدد ده. طيب حضرتك بتكلمني على مضاعفة العدد ده، هل ده وفقا لدراسة اتحطت على احتياجات السوق للمستقبل؟ طبعا. ده ينقلني بقى للنقطة الثانية المهمة جدا. حضرتك كلمتني على التكنولوجي والفنيين فيما يخص الحكومة، هل معنى كده ان وزارة التعليم العالي في المستقبل يبقى عندها ايد على اي واحد عاوز يعمل جامعة خاصة تقول لا حضرتك احنا السوق بتاعنا العشر سنين جايين دول مش محتاج مثلا كليات اعلام، ما تعملش كليه اعلام عندك، ده انت مش محتاج كذا مش محتاج كذا؟ انت وصلت للي احنا عايزينه بالظبط. احنا عملنا دي فعلا بقى. يعني لو تعرف حضرتك دلوقتي انا عندي 23 جامعه حكوميه، عندي 21 جامعه خاصه، عندي 8 جامعات خاصه خدت قرارات جمهوريه وتحت الانشاء لم تبدا الدراسه فيها، تبدا السنه دي والسنه اللي جايه. عندي 12 طلب لانشاء جامعات خاصه جديده لم ابت فيه بعد. 12 طلب؟ 12. ليه؟ ليه؟ ده السؤال حضرتك جاوبت عليه. الدراسه اللي تم عملها مع توزيع جغرافي لأماكن الجامعات الحكومية والخاصة في مصر، مع دراسة لمجتمعات التنمية العمرانية المتوقعة تطلع فين، نوعية التنمية وهذه المناطق اللي على الساحل غير المناطق الزراعية غير المناطق الصناعية وفيها بتروكيميكالز وفيها رينيوبل انرجي وفيها طاقة جديدة، حددنا الأماكن اللي احنا عايزين نطلع فيها بجامعات خاصة، وحددنا التخصصات اللي عايزينها تطلع في هذه الجامعات الخاصة والكيفية والعدد. وأصبح دلوقتي عندي خريطة مرسومة. الراجل اللي عايز يجي يعمل جامعة زي ما حضرتك قلت، هقول له هتعملها في أنهي مكان؟ لو في المكان ده في التخصصات دي أنا بوجهه، أقول له أنا هوافق لك على ده. أذروايز يبقى بتوجهه يا فندم ولا مشروط شرط؟ هقول له أنت جاي تعمل جامعة، أنا عايزك تفتح الكلية دي والكلية دي والكلية دي، مش هقبل أي حاجة تجيبها لي. وهو اللي هيمضي له على الترخيص في الآخر. طب في بعض بس أنا بخاف من كلمة أوجهه دي. لا أوجهه بمعنى هو بخاف من كلمة أوجهه دي. لا أنا أقصد يعني خلينا بنقولها بطريقة حلوة يعني. لا هو يبقى عارف من دلوقتي هتعمل أجندة. هو لما هيجي يقول لي عايز اعمل جامعه هنا واحط فيها كليه كذا، اقول له لا انا موافق على الجامعه في المكان ده. بس تعمل لي كليه كذا وكليه كذا وكليه كذا. بالظبط. طب معانا بعض كمان الكاباسيتي يعني. خطه الوزاره المستمره ولا قناعه حضرتك منفردا؟ خطه الوزاره لا تستمر ولا قناعه هذه الخطه هتقر في برلمان تصبح ملزمه. تمام. ايا كان الوزير. معاد حسني المتحدث باسم حمله الطلاب المغتربين وبيتكلم من السعوديه. اهلا بك يا محمد. اهلا بسعادتك يا فندم. اهلا وسهلا، اتفضل. مساء الخير يا فندم. مساء الخير، اتفضل. اولا انا الطالب محمد حسني متحدث الرسمي باسم الحمله السادسه المطالب المغتربين. تمام. مساء الخير يا دكتور اشرف الشيحي. مساء الخير. مساء الخير يا حبيبي. قول يا محمد. ايوه يا فندم. قول عايز والله ايه فندم سؤالك او طلبك؟ سعادتك بخصوص مطلبنا الرئيسي وهدفنا بطلاب المغتربين، وهو تخصيص نسبه 5% مقاعد للشهادات العربيه. ولغايه دلوقتي يا فندم ما فيش اي قرار نزل بزياده مقاعد لينا، وده كان المهم بالنسبه لنا. ايه ردك يا فندم على المقاعد اللي تكون بالنسبه للمغتربين؟ طيب شكرا يا محمد. في سلمى كمان من اسكندريه. سلمى اهلا بيكي. اهلا بحضرتك يا شيخ يوسف خالد. اتفضلي. انا ليا رجاء بس بعد اذنك. اتفضلي يا سلمى. انا عايزاكم في اسرع وقت تحولوني للريس عبد الفتاح السيسي، ممكن؟ نعمل ايه؟ عايزه اوصل للريس عبد الفتاح السيسي في اسرع وقت. عايزه توصلي للريس؟ قولي على الهوا. في ايه المشكله؟
مش هقدر اقول على الهوا. طيب سيبي تليفونك يا سلمى في الكنترول، وان شاء الله يعني نحاول نشوف نقدر نعمل ايه. احنا مش بسهوله كده هنكلم الرئيس، لكن يعني نبعتها لاي حد يوصل شكوتك ان شاء الله. شكرا يا سلمى. هترد على محمد حسني فيما يتعلق بالطلاب المغتربين؟ انا اعتقد محمد على تواصل معايا، وهو بعت لي بالفعل 6 طلبات للطلاب المغتربين في السعوديه. الستة دول لو انا يعني متذكرهم كانوا بيتكلموا ان احنا عايزين نزود عدد الرغبات من 48 رغبة الى 60، ودي نفذناها. عايزين شفافية في الاعلان عن المقبولين ومجموعهم وتفصيلاتهم، قلت له هنلتزم التزام كامل. عايزين تفصل التنسيق بتاع طلاب الشهادات العربية عن الشهادات الانجليزية والامريكية، لان الشهادات الانجليزية والامريكية بتتأخر، ودي التزمنا بيها ونفذناها. عايزين تعلن نتيجة التنسيق بتاعنا قبل الدراسة ب3 أسابيع علشان نلحق نستعد للعام الدراسي. اللي كان بيأخرنا هي الشهادات الأمريكية، لأنها بتيجي من برة، طالما انفصلت هتتم إعلانها بفعل بشكل مبكر. يتبقى أنه كان بيقول لي عايز 5%، هي دي اللي ذكرها دلوقتي. يعني أنت نفذت له كل حاجة إلا دي، الا ال 5%. هي اهم حاجه بالنسبه له. ما لا، هي مش حكايه اهم حاجه، هي حكايه ان دي اللي فاضله. ها يعني الباقيين اتنفذوا بالفعل. ال 5% انا ما بقولش وما بقولش لا، بقول انها محل دراسه. وفي لجنه بتراجع قواعد التنسيق كلها. بس خليني اطرح مع حضرتك حاجه، السنه دي عندي ما بين ثانوي عام وثانوي فني دخل الجامعه ثانوي فني 141,000. الثانوي العام 425,000. دول مع بعض يعملوا ما يقارب 600,000. ال 600,000 دول طلبوا يدخلوا جامعه السنه دي. اللي جايين من شهادات العربيه والدبلومات اللي سوري الاي جي والامريكان كلهم مجتمعين، كلهم مش العربي بس، 13,000. لما تحسب ال 13 ل 600 لن يتجاوز 2%. يبقى انا لو اديتهم 5% أكتر، يبقى انا خدت اكتر من صح. طيب يا محمد، هو الطلب محل دراسه، بس الاستدراك اللي حصل يقول لك نتيجه الدراسه هتبقى ازاي. خلينا نروح لسهى من القاهره. مساء الخير يا سهى. الو، مساء الخير استاذ خالد. مساء الخير دكتور اشرف. اتفضلي يا فندم. انا والدة طالبه من امريكان دبلوما اللي تقريبا عامله صداع في كل حته. فانا نفسي سياده الوزير يطمننا بالنسبه لوضعنا وبالنسبه للناس اللي سافرت في محاولات الخارج، لان الكوليدج بورد نفسها اعترفت وبعتت لنا النتيجه، فاذا احنا العقاب مش علينا كطلبه. تمام. وكده حضرتك يعني مع كل سكور بيظهر لنا بتبعت لنا الدول زي تركيا وغيرها، تعالوا عندنا احنا هنديكوا بوكيت ماني قد كده، كل حاجه ببلاش. فبيضطر طبعا اولادنا شباب صغير نظره بيتجه لحتت احنا مش عايزينها. صحيح صحيح. فانا نفسي سياده الوزير دول اولاده، وتقريبا خلاص واضحه واضحه يا سهى، وسياده الوزير هيرد عليها. خلينا ناخد قبلها كمان في التليفون ريم من طنطا. ريم. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك يا معالي الوزير؟ اهلا يا فندم. اهلا. انا سهل. بتكلم حضرتك برضو بخصوص الامريكان دبلوما، معلش احنا دوشين حضرتك. لا يا فندم اتفضل. بخصوص انا ابني حضرتك، زمايله راحوا امتحنوا السنه اللي فاتت في يناير. وهو امتحن السنه دي، رحت اقدم في الجامعات قالوا لي لا احنا مش هنعترف بيناير السنه دي. بقى ايه وضع حضرتك بالنسبه للموضوع ده؟ طيب احنا هنستاذن حضرتك عشان الموضوع ده تقريبا شاغل حوالي نص مصريين، وكل الشكاوى بتيجي حتى على الجرايد كلها فيما يخص امريكان دبلوما. هناخد الردود على السؤال المهم اللي بيخص فئه كبيره جدا من الطلبه المصريين، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. ووزير التعليم العالي واسئله حول الامريكان دبلوما من الساده المشاهدين هيجاوب عليها، وبعدين هننتقل الى جزء ثاني خالص حول ممارسه السياسه في الجامعات، ونشوف راي الوزير ايه، لانه شهرته في الحكايه دي انه ما بيحبش الحكايه دي قوي، ما اعرفش ده حقيقي ولا لا، بس بيجاوب على الامريكان دبلوما. الامريكان دبلوما الحقيقه كانت في مشكله تتعلق بقواعد جديده لحساب المجموع، ودي حلناها.
المشكلة المطروحة الآن هي حساب محاولات الخارج. المحاولات بتاعت الخارج موقوفة في مصر وموقوفة في بعض الدول من أمريكا نتيجة لأمور معينة، تجاوزات حدثت قبل كده. فهل يا ترى الطالب يحق له أنه يمتحن بس في مقر آخر، مش الطالب المصري اللي محروم، إنما الامتحان ما يتعملش في مصر. فقال الطلباء احنا ممكن نروح نمتحن في مكان آخر خارج مصر. هل نحسبها بقى ولا ما نحسبهاش؟ هو ده السؤال اللي بيسألوه. اللي ناس اللي موجودين في مصر يقول لك احنا ما عندناش قدرة نسافر، والمفروض ان انا بدرس هنا، فانت بتدي ميزة لحد ما بتدهليش. الاخرين شايفين ان احنا حقنا ناخد هذه التجربة وهذه المحاولة، واحنا بس ما ناخدهاش في مصر، ناخدها في مكان اخر. هم جولي اولياء الامور كتير، راهي المفروض الموضوع ده يعني جزء مكمل للدراسه الثانويه يعني تبع التربيه والتعليم. يعني الشكاوى دي وصلت لحضرتك قبل كده؟ قابلوني اول امبارح جولي في الوزاره عدد كبير من اولياء الامور، والتقيت بيهم بالفعل، وانا قلت لهم في اجتماع يوم السبت اللي هو بعد يومين او ثلاثه عقدته، علشان هنجيب كل الاوراق الخاصه بهذا الموضوع وهندرسه. إذا كان هذا حقا لهم بالتأكيد إحنا حابين نساعد الناس ونحللها مشكلة. طيب تمام. خلينا نروح بقى للسؤال الأخطر بالنسبة لي، والسؤال اللي أكيد شغل حضرتك، وأكتر حاجات بتتكتب وأكتر اتهامات بتوجه للدكتور أشرف الشيحي، السياسة في الجامعة. هل ماتت السياسة في الجامعة؟ والسؤال إجابته عند الناس كلها إنه السياسة ماتت في الجامعة، وإنه بعبع الإخوان مخلي الدولة أو مخلي التعليم العالي أو رؤساء الجامعات خايفين من أي نشاط سياسي موجود جوه أسوار الكليات، وضربوا مثل على ده باللي حصل مع اتحاد الطلبة وانتخابات اتحاد الطلبة والارتباك اللي حصل فيها. يعني اسمح لي أختلف معك شوية، أنا مش شايف إن حدث ارتباك خالص. أنا شايف إن البعض من المنتمين للأحزاب أراد أنه يستغل موقف عشان يثير المشكلة. الموقف بالظبط؟ الانتخابات لم تجرى في الجامعات لمدة 3 سنوات سابقة، مفيش اتحادات. أنا كلفت بالوزارة 19/9، بدأت الدراسة بعدها بيومين أو ثلاثة. كان سهل عليا جدا أقول الصورة مش واضحة وأنا لسه جاي وزير ومفيش انتخابات السنة دي. وكان سهل عليا جدا إن أنا أقول عندي لائحتين وفي اختلاف بين أي لائحة أطبق، وبالتالي ندخل في حوار لا ينتهي. لا، أنا قلت أنا براهن وبثق في هؤلاء الشباب وفي قدرتهم على الاختيار، وحتى لو أخطأوا ما هو بيتعلموا بيكتسبوا خبرات، وهنعمل انتخابات. والانتخابات في لائحة 2007 دي صادر بها قرار جمهوري لا خلاف عليه، فقلت حتى لا يطعن فيها هجري على لائحة 2007. اللائحة دي آخر مستوى فيها اتحادات طلاب الجامعات، اتحادات طلاب الجامعات. طيب أجرينا هذه الانتخابات بشفافية كاملة، والطلبة كلهم شاهدوا بهذا. حتى إن قبل الانتخابات وأنا بعلن عن مواعيدها قال لي بعض مندوبي الصحافة ده في معهد إعداد القادة بيعمل دورات، قلت له ده بيعملها طول السنة والسنين اللي فاتت ما كانش فيه انتخابات وكان بيعمل معهد دورات. قالوا لا ممكن أن يساء استخدامها، قلت لهم هقفله. قفلت معهد إعداد القادة 5 أسابيع لغاية انتهاء الانتخابات تأكيدا على عدم رغبتنا في التدخل. هم اللي جم بالانتخابات دي هم دول، لو كانوا الناس دي بينتموا ليا او لتوجه معين يقولوا احنا اللي اشتغلنا على التوجه ده. لا، ده افراز طبيعي من الطلاب احترمناه واقرينا واعتمدناه النتائج. اذا كل ده ايجابيات بيتم. طيب انا كمان حريص ان يتم اكتر من انتخابات طلاب الجامعات. رحت واخد لائحة 2013 اللي هي فيها الآلية دي، الجزئية دي، ان يتم التصعيد لاتحاد طلاب مصر، وقلت لو تم الطعن يبقى تم الطعن في الجزء ده بس ما يسقطش الباقي. لو خدت 2013 من الاول وتم الطعن فيها يبقى الكل طلع من الصورة. فأنا هنا معاهم مش ضدهم. أجرية الانتخابات حدثت مشكلات، حدث طعون، اللجنة القائمة بإدارة الانتخابات رفعت لي تقرير ان تم قبول الطعون وثبوت صحتها، من فضلك لا تعتمد النتيجة. فأشاعوا ان الوزير حل الاتحاد.
اي اتحاد اللي حليته. اتحادات الجامعات قائمه، والاتحاد فوق بتاع طلاب مصر لم يعتمد حتى يحل. يعني المشكله كانت في هرم الاتحاد بس، في الجزء اللي فوق بس مصر. الجزء اللي فوق بس، وهذا لا يعيق القيام بالنشاط في كل الجامعات. على فكره الدعم اللي وجه للجامعات هذا العام في كل اتحادات الطلاب المنتخبه لم يسبق تقديمه على عمر التاريخ اللي احنا بنشهده كله. فاذا انا معاهم وبشهد وهم يشهدوا ان انا رحت حضرت انشطتهم في عديد من الجامعات وبقول لهم كل الدعم ليكم ومارسوا انشطتكم. والمشكله دي طب وقفت عند فين وانتهت عليه؟ المشكله انا علشان بقيت متهم. قلت طيب ما هو جايز اللجنه دي اخطات حينما قبلت الطعن. ابعت الورق ده لمجلس الدوله يفتيك علشان نتاكد من ان الطعن كان يجب ان يقبل. فمجلس الدوله ارسل لي من 3 أيام فقط بيقول ان لا يجوز ان انا ابدي رايي لان هناك دعاوى قضائيه تم رفعها. طيب الدعاوى القضائيه اللي تم رفعها مش بس من احد الطلاب. ده تم رفع دعاوى قضائيه موجوده في مجلس الدوله، موجوده عرايد الدعوه، لو اعرف ان حضرتك تسالني السؤال ده كنت جبتهم معايا. من اعضاء اخرين من اساتذه جامعات بيطعنوا في القانون بتاع 2013، بيطعنوا في تصرفات شابه الانتخابات، بالاضافه للطعن اللي قدم من احد الطلاب. فوقفت محلك سر لحين الفصل في القضايا. انا لسه الورق جاي لي من مجلس الدوله من 48 ساعه بالظبط، ورق الدعوه، الورق اللي هو القرار اللي خدوه بان احنا لا يمكن لا يمكن اعتماد النتيجه. طب ده الجزء الاول يا فندم، ده الجزء الثاني في السؤال. الجزء الاول اللي هو السياسه في الجامعه، ومش هقول لحضرتك ماتت ولا لا عشان ده سؤال صعب شويه واجابته من حضرتك هتبقى مفهومه. انا عاوز اسال حضرتك عن مفهومك لجمله السياسه في الجامعه. السياسه بمعنى ايه؟ السياسة يعني عمل حزبي ولا السياسة إيه؟ يعني حضرتك عرفني يعني إيه سياسة؟ يعني لو الطلبة عشان قالوا عايزين يعني زي ما كانش عامل حزبي معارض مثلا يخش الجامعة، حمدين صباحي يقول مثلا ندوة في الجامعة، أنا لا توافق ولا ما توافقش؟ لا أنا مش طرف خالص. الجامعات لما يبقى حد داخل الجامعة بيستأذن من رئيس الجامعة، ورئيس الجامعة هو اللي بيعطي الإذن بالدخول أو عدم الدخول مش الوزير. الشيء المتفق عليه إن أي فيجر في الدولة طالما ان هو فجر وطني احنا بنرفضوش. وطني دي نحسبها ازاي؟ ما هو وطني معناها ان هو بيبني هذا الوطن ما بيهدهوش. ميزان صعب قوي يعني، ما شوف ميزان صعب بتبقى خاضعة للاراء، زي ما هو صعب عليهم صعب عليكم وصعب علينا كلنا، لكن في حاجات واضحه. يعني حمدين صباحي تصنف ايه هنا؟ مش انا اللي هصنف لان انا مش هدخل فيه. لو انت رئيس جامعه القاهره مثلا، انا شخصيا بميل للبعد عن الامور اللي فيها مشاكل، وافضل ان تيجي رموز للمجتمع مما لا نختلف عليه. وحمدين مختلف عليه حجم الاختلاف. في ناس بتختلف، في ناس بترى على هذا النحو، ناس بترى على النحو اخر. انا بقول يعني هو بقى وطني ولا مش وطني هنا؟ انت قلت وطني. انا مش عايز ادخل واصنف حد. طب هو اي حد بقى مختلف عليه؟ اي حد في الدنيا مختلف عليه؟ لا 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 لا. عمرو حمزاوي اشوف، ما انت تعلم جيدا الرد على من تتكلم عنه. لا والله مش عارف. لا انا اعلم وانت تعلم ان في ناس كان ليها ادوار معينه وممكن تحسب على توجهات سياسيه معينه. هو ده اللي حدده؟ انا مش يعني بقت احزاب، ما بقتش سياسه. اللي يحدده الهوى يا فندم ولا لا؟ انا ما برفضش مثلا، انا ما برفضش الشخص كشخص. انا برفض انه بيعبر عن اتجاه حزبي معين. ومش عايزين جوه الجامعه نفترق. مش عايزين نخلق فرقه انت مع ده وانا مع ده. عايزين نتجمع. الوطن في هذه اللحظات عايز اللي يلمه ويجمعه، مش عايز اللي يفرقه. طب نعلم الولاد جوه يلعبوا سياسه من غير ما يفترقوا، ونعلمه برضه ربما بعد 4 سنين نعلمه يحب بلده من جوه، نعلمه يحب بلده يعني، ونساعده. ما هو دي طريقه في الحب يا فندم. يعني هو فكره اتاحه رموز مختلفه في اجواء تفتكر يعني الظروف الحاليه، في اجواء تفتكر الظروف الحاليه. ما انا بقول لكش هات المرشد. معلش تفتكر الظروف الحاليه في البلد تحتمل ان نجيب رموز حزبيه علشان تتكلم بتوجهات يدعمها طلبه ويقف ضدها طلاب اخرين، ونختلف جوه ساحات الجامعات امام بعض كطلاب؟ متى نتعلم الاختلاف؟ يعني الدكتور سامح سيف اليزل يدخل؟ مش في الوقت الحالي. لو ندوه لسامح سيف اليزل، لو سامح سيف اليزل مثلا حاليا، انا مش مثلاً. ما مش هتذكر لي اسم باسم بقى يعني نقول ده ده هو بيشكل ائتلاف يعني معين. انا بقول كل من ينتمي لتوجه حزبي
مش مطلوب ان يكون جوه اسوار الجامعه. يعني اذا انما 90% من رموز مصر مش هتدخل الجامعات ليه؟ لانه اعضاء نجيب ساويرس مثلا المصريين الاحرار يدخل ولا لا؟ ما هنقول كل واحد يدخل. لا والله هي ما هي كده. احنا دلوقتي املنا ايه؟ املنا نعلم ابنائنا الاختلاف. احنا متفقين ان الاحزاب السياسيه لا مكان لها داخل اسوار الجامعه. لا مكان لها داخل اسوار الجامعه. ومش هنسمح بتناحر سواء حزبي مؤيد او معارض. مش هنسمح بتناحر حزبي داخل الجامعه. الجامعه حاليا كيان واحد متماسك قوي بيجمعنا حب هذا الوطن. مش عايزين حد يفرقنا، لان هتلاقي ناس تستغل اي شيء، وتعلم مين هم الناس دول علشان يشيعوا الفرقه. مش ده الوقت المناسب لده. مش ده الوقت المناسب. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. بشكرك حاجه جدا دكتور اشرف الشيحي. شكرا. شكرا جزيلا الدكتور اشرف الشيحي وزير التعليم العالي. ختامه ساخن وجدلي، لكن يعني الوقت مستمح لنا نكمل في هذا الجدل. يمكن دسوقي بقى يستضيف سياده الوزير في قصر الكلام، انا في هوا مصر اللي هو البرنامج الواحد اللي انشطر بقى برنامجين ده. بشكر محمد سوقي رشدي وبتمنى له يا رب كل التوفيق، ابني وحبيبي ومن العناصر المهمه جدا في النهار. وبشكر سياده الوزير ان هو حضر معنا هذه الحلقه التاريخيه بنهايه براند اخر النهار وبدايه حاجات جديده في البرنامج ونفتتح جديده شطار النووي ان شاء الله. شكرا جزيلا سياده الوزير، بشكركم شكرا جزيلا. اشوفكم انا وتسوقي غالبا برضو الاسبوع الجاي ان شاء الله على هوا مصر وقصر الكلام. تصبحوا على خير.